نظمت جمعية الشباب التونسي في باريس مهرجان السينما التونسية في دورته الثالثة بهدف التعريف بالسينما التونسية وفتح المجال للسينمائيين العرب بعرض أفلامهم في القاعات السينمائية الفرنسية. نعم سارة، على مدى 3 أيام عرض المهرجان أفلاما عكست أحداث ثورة الشارع التونسي بحضور لافت من الجاليات العربية والفرنسية. مراسلنا سعد المسعودي حضر المهرجان ووفانا بهذا التقرير. من جديد تمنح جمعية شباب تونس في فرنسا فرصة اللقاء للجاليات العربية ولا سيما التونسية والجمهور الفرنسي الذي اكتظت به قاعة ريفلي ميديسيس السينمائية في الحي اللاتيني وسط باريس لمشاهدة جديد السينما التونسية ما بعد حكم الرئيس مخلوع بن علي التي عرضها مهرجان الأفلام التونسية في دورته الثالثة. الثورة اللي صارت في تونس عندهم يحبوا يعرفوا أكثر تونس والمجتمع نتاعها، وهذاك علاش نتصوروا باش يجي جماهير عديد للأفلام اللي مش نبثوهم في المهرجان هذا. الافتتاح كان لفيلم النخيل المجروح للمخرج عبد اللطيف بن عمار، وهو يتحدث عن التحولات الاجتماعية الجديدة والثورات في تونس. فيما يخص شروط التعامل، أولا حتى حد ما عنده الحق نوعا ما مشاكل الشباب. أنا الفيلم على الشباب التونسي اللي هو ما عندوش مستقبل وأفاقه كانت مغلقة. وعلى مدى 3 أيام سيعرض المهرجان أفلاما عن ثورة الشارع التونسي صورها شباب من هواة بكاميراتهم الخاصة سجلت نجاحا كبيرا في الملتقيات السينمائية. كما سيمنح التلفزيون الفرنسي فرصة لهؤلاء الشباب من هواة السينما ومحترفيها لإنتاج أفلامهم الروائية القصيرة بتمويل فرنسي. المهم بالنسبة للتلفزيون الفرنسي هو دعم السينمائيين الشباب العرب لإنجاز أفلامهم. تعرفت على بعض الشباب السينمائيين وأنا هنا لدعم مشاريعهم. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالسينما التونسية في فرنسا عبر فتح المجال للسينمائيين لعرض أفلامهم في المدن الفرنسية والأوروبية والتنافس لنيل جوائز مادية مجزية تمنحها لجان تحكيم من محترف الفن السابع في أوروبا تساعدهم على إنتاج أفلامهم الروائية الطويلة. سعد المسعود، العربية، باريس.